أشاد مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس بالجهود المصرية في تسيير المساعدات لقطاع غزة، مؤكدا أن مصر تعد شريان الحياة لقطاع غزة. وقال المسؤول الفلسطيني إن مصر استقبلت عددا كبيرا من الجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي، مشيدا بدور مصر الإيجابي والفعال في تفعيل الهدنة، مضيفا أن مؤسسة الهلال الأحمر المصري قدمت الدعم الشامل للهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك لدخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح البري لإيصالها إلى مراكز الإيواء التي تضم حوالي 700 ألف نازح، بالإضافة إلى توزيع المستلزمات الطبية على عدد من المستشفيات الطبية العاملة.